السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 31/7 ولا زلنا في سلسله فيديوهات مشاكل الفراوله. هتستحملونا في الفيديو دوت هندردش فيه دردشه مطوله شويه لعل الكل يستفيد منها، ويعني ايه يبقى يعني باذن الله ايه كلام عملي مش كلام نظري. النهارده في العمر اللي احنا فيه النهارده 31/7 قدامنا شهر الخير كله بتاع شهر 8، اعلى معدل انتاج للمدادات واعلى قوه للشتله خلال شهر 8 اللي جاي ده، كل الخير كله. وسيله من وسائل النهارده ان انت تجري شتلتك وتاخد اعلى معدل مدادات في شهر 8، ان انا لو ارضي عندي مشاكل فيها، الارض اللي يعني بسبب ظروف معينه كانت واقفه، ما كانتش شغاله ومداني القوه اللي هي في العمر بتاعنا النهارده ده. يطلع بقى المشاكل دي بتاعتي، بقى كان عندي ملوحه جامده، تطلع المشاكل بتاعتي كانت عيوب شكل نسيج، تطلع المشاكل بتاعتي ملوحه ميه، تطلع المشاكل بتاعتي ارض فقيره، تطلع المشاكل بتاعتي اعفان او نيماتوده، تطلع المشاكل بتاعتي سلوك غلط في الشغل ما كانش معروف، بشوف التريبس بتاعي من فوق هو كمان، كل دوت يبقى النهارده بيدخلني في سكه النهارده ان انا اعالج المشاكل دي كلها النهارده، وانا النهارده محتاج جدر قوي سليم، ومحتاج تربه وبيئه حوالين الجدر صالحه لنمو الجدر دوت، ومجموع خضري فوق ينفس اللي الجدر بياخده في التربه السليمه ديت وينفس معايا فوق. يبقى انا النهارده لو انا عندي املاح في التربه، لو انا املاح في الميه، لازم اعالج المشكله دي عندي باي وسيله كانت عشان يبقى انا كده عملت البيئه الصالحه للجدر بتاعي. طيب ولو التربه عندي فيها نيماتوده او فيها اعفان، لازم اعالجها واعالجها بقوه عشان اخد جدر قوي في بيئه صالحه يقدر يسمع ويديني الشغل بتاعي. طيب ومحتاج ورق فوق سليم لا يقل عن اهميه الجذور تحت، وخصوصا التريبس ثم التريبس ثم التريبس، لان انا مهما كان عندي ارض سليمه وارض عافيه وميه ممتازه وجدر قوي وعندي تريبس شديد فوق في الشتله بتاعتي في المجموع الخضري، مش هيسمع معايا ومش هيصيد معايا، وهيضيع قوه الجدر وهيضيع قوه الارض وهيضيع قوه الميه لو انا عندي تريبس فوق شديد مش هينفس، لان الجدر بياخده تحت دوت من التربه الصالحه ديت من الميه الكويسه دي، هيوديه فين الجدر؟ هيوديه يسمع معايا فوق في المجموع الخضري، هيسمع معايا في المدادات، سواء المدادات طالعه من قلب الشتله او المدادات الفرعيه اللي ايه بتتوالى وتتكاثر وبتزيد وبتنمو وبتجدد نفسها اول باول. يبقى انا المنظومه دي كلها على بعضها كامله متكامله مع بعضها. طيب وسيله من الوسائل بقى بتاعتنا النهارده اضافه السمنه. يبقى انا النهارده لو انا شايف مشتري متاخر، ارض بقى عافيه او ارض ضعيفه، عندي مشاكل اللي احنا قلنا عليها ديت، يبقى انا وسيله من وسائل النهارده عشان اخد النمو اللي يرضيك في شهر 8 ان انا النهارده اضيف السبله. وعشان نضيف السبله انهي نوع من السبله؟ هل نضيف سبله حاميه؟ سبله بياض؟ سبله 60 يوم 90 يوم؟ ولا نضيف سبله تسمين دورات 45 يوم؟ لا انا انا في جو حر برضه النهارده، احنا بنتكلم في 31/7، يبقى اذا النهارده الحراره العاليه ديت مع المحاذير بتاعه الجو ديت لا ممكن تجيب عكس معايا وتوقف المجدر وتصدمه، يبقى اذا انا النهارده محتاج سبله 45 يوم تسمين. طب احط في النبات 7 متر 8 متر 10 متر؟ لا، يبقى انا برضه الوضع بيقول برضه عشان الحر الشديد اللي معايا دوت كتر السبله هيعمل لي مشاكل، يبقى اذا متوسط الفدان بتاعي النهارده 2.5 3 متر حسب كل ارض لها ظروفها. طيب والسبله تكون ناشفه ولا تكون طريه؟ طريه هتعمل لي مشاكل، يبقى اذا لازم تكون السبله ناشفه. طيب وانا بضيف السبله اضيفها الصبح ولا الظهر ولا اخر النهار؟ لا اخر النهار عشان يخش عليا الليل، يبقى انا ضفيتها حتى بعد ما اخلصها قبل الليل ما يخش عليا، حتى لو من الاخطاء ان انا ادي ميه اخر النهار يخش عليا الليل، ما هي مفاسد ومصالح، ما انا حاطط السبله مش بحطها كل يوم، مش بحطها لعله، انا بحطها عشان ارضي فقيره، مشتري واقف، مشتري مش هيقفل معايا، فانا مش كل يوم هحط، يبقى بالتبعيه مش كل يوم هطفي السبله، وبالتبعيه مش كل يوم هدي ميه اخر النهار، يبقى اذا في حاجات تشذ عن القاعده، في حاجات مسموح بيها لفتره معينه حتى لو ليها سلبيات عشان انا هاخد هدف اكبر، هدف اسمى، هاخد ايجابيه من ايجابياتها ان انا هطفي السبله بتاعتي. بنضرها بدار سواء بتضرها على القلبيه بتاعتك فوق او هتدخل معاك القلبيات بتاعتك، وبعد ما بفردها وبضرها بدار برسيم بروح داخل منفخ يا اما بالسفرين او بفرع شجر، المهم ان انا ايه قبل ما ابدي ميه بنزلها من على الورقه عشان ما تمسكش في الورقه وتعمل مشاكل على الورقه، وتمسك فيها مش هيبقى صعب انها تنزل من على الورقه. وبعدين بروح مشغل زي ما ارضك تقبل بقى معاك ميه قبل ما يخش عليك الليل بعد ما تخلص، يعني حسب الاوضه نص ساعه ساعه وربع ساعه كل واحد حسب ارضه، وباخد عليها 48 ساعه يومين كاملين بعدها بطفي الحمو بتاع السبله. خدنا بقى في السيستم في ثاني يوم وثالث يوم او اليومين اللي هم بعد تنزيل السبله دوت، بدي ميه الصبح بدري قبل ما الشمس تطلع او خلال طلوع الشمس حسب ما يتراءى ليك في الارض بتاعتك، هل تدي ساعه، هدي ساعه ونص، هدي نص ساعه، حسب كل واحد حسب طبيعه الارض بتاعته. ودي دفعه ثانيه زيها قبل الظهر انك الساعه 10:30 11 بدي جرعه ثانيه، واثناء فتره الحر 11 كل ساعة أو كل ساعة ونص بدي دفعة بسيطة، وهناك على الساعة 4 4:30 بدي دفعة أخيرة.
دول اليومين التاليين ورا السبل. الهدف منها ايه؟ يبقى هنا بقى الميه بقى حر، الميه اخر النهار غلط، الميه كتيره، الميه كذا، انا مش كل يوم بنزل سبله، ليها سلبيات. فمن سلبيات السبله دي بقى ان انا بطفي السلبيات، بطفيها بالطريقه دي عشان اضيع سلبيات. خدت يومين ممكن تكون الميه كترت مني في الارض، والارض مسكت مني ميه، ممكن الارض تحل مني، ممكن الارض تصفر مني. اصفرت ليه؟ هل نماتودا؟ ما انا معالج نماتودا وهعالج نماتودا لو انا ما عالجتش بعد السبله. هل اعفان؟ ما انا معالج اعفان وهعالج اعبان لو انا ما عالجتش بعد السبله. هل كتر ميه؟ طب ما انا مكتر ميه. طب مكترها ليه؟ عشان انزل سبله. طب بنزل سبله ليه؟ عشان الارض بتاعتي مش هتقفل معايا، فانا بحاول اعوض العطل اللي كانت الفترات اللي فاتت ديت زي ما قلنا بالسبله. خدنا يومين كده بالوضع دوت، باخد اليوم الثالث بقى بخف الميه تدريجي في اليوم الثالث دوت عن اليومين اللي انا كنت بزود فيهم عشان بطفي السبله. طيب اليوم التالت ده بقى بتخف المياه، بيبقى معلمه، يبقى بتاعت الصبح بدل ما كانت ساعه مثلا تبقى ساعه الا ثلث مثلا، وبتاعت الساعه 10 11 تبقى بدل ما كانت الساعه الا ربع مثلا تبقى نص ساعه وثلث ساعه، وفتره الحر ديت على الساعه ونص 10 دقائق في 10 دقائق مرتين او ثلاثه، وبنمنع بتاعت اخر النهار الساعه 4 ونص. ودي في اليوم دوت ملوحه ان انا بقى بصفي كل حاجه وبكنس كل حاجه قدام النبات بتاعي عشان النبات بتاعي يقبل بقى الوضع اللي في اليوم اللي بعد كده. اليوم اللي بعد كده بندي فيه بقى، لو انت ما كنتش عليك نماتودا معالج نماتودا. طب عالجت الميتود قبل كده؟ طب لو انا ما عالجتش اعفان هعالج اعفان. طب عالجت اعفان قبل كده؟ لو يبقى احط نشيط بذور. وبعدين تبتدي الارض بقى بتاعتي بقى بالدماغ بتاعي بقى، اخد اربع ايام بعد الجوع والشوقه ديت في الخمس ست سبع ايام اللي انت كنت فيهم دول، ابتدي ادي جرعات اعلم التسميد بتاع حسب كميه الميه اللي النبات بياخدها، وجرعات التسميد ديت بقى مدارس فيها بقى. الفدان هل متوسط؟ الفدان ممكن ياخد حسب الميه بتاعتك وحسب قبول التربه بتاعتك. خدنا كده 10 ايام عملنا شغل طوارئ الارض، شغل مش اعتيادي، شغل غير تقليدي، عوضنا فيه مشاكلنا كلها، كثفنا، ادينا سبله بالسيستم اللي قلنا عليه، عالجنا سلبيات السبله لمده يومين، ضخينا حسب البرنامج بتاعك نماتودا اعفان منشط، ضخينا تسميد بطريقه حسب قبول الارض بتاعتك. في الفتره ديت ال 10 15 يوم 12 يوم دول اللي بيحصل فوق على الورق ملوش علاقه بيحصل ايه اللي بيحصل في الجدر، لا عليه علاقه بقى بخفف ميه، حاطط سبله، بزود ميه، مدي نماتودا، مدي اعفان، ملوش علاقه. فوق اكثف فوق لو انا ارضي فيها تلبس النهارده، ما احنا قلنا التلبس ده هو المنفذ، الورقه بتاعتي هي المنفذ اللي الجدر هياخده من تحت هيسمع معايا فوق ويدفس منه. فلو انا الورقه ديت فيها تلبس واكلها او كاتم عليها او مضيعها يبقى هتنفس في الارض مش هتنفس مع الارض. يبقى اذا هنا لازم اكثف رش التلبس بتاعي بالمدارس بتاعتي على 48 ساعه على 72 ساعه، مواد فعاله مختلفه معاها زيت نباتي معاها ايا كان اللي انت بترش اسهب المواد الفعاله المتاحه لي عشان اسيطر على الجدر على التربس بتاعي. طيب وبعد كل رشه خلال 48 ساعه او 72 ساعه برش رشه مغذي قوي تفت، حاجه بتاعت تفريح، حاجه بتاعت اجهاد. ما ننساش ان طبعا محتاجين رشه في الفتره دي، رشه بياض واحده او اثنين في الفتره دي. محتاجين لو انت عايز برضو تدي سنه، لو انت معلم نماتودا من بدري في قبل كده فاحنا محتاجين ندي رشه نماتودا، ومحتاجين طبعا برضو رش كالسيوم. طيب ولو عندك وقت في البرنامج كمان في الفترة الخمسة يوم دول حسب المدارس اللي شغال بيها تدي المجموعة الخضر بتاعك. طب نحكم على الشغل بتاعنا دوت بقى صح ولا غلط؟ الأرض استجابت ولا ما استجابتش؟ إن أنا أبص ألاقي الأرض بتاعتي ابتدت النموات الجديدة تطلع معايا، أمشي في الأنبات بتاعتي ألاقي السبقات بتاعتي مقابلة بعضها لونها أحمر طالع قوي شديد، إذا هنا الجدر بتاعي استجاب معايا تحت البرنامج وابتدى ينفس معايا ويطلع المادات دي، سواء المادات اللي جت في المدادات الطرفية اللي جاية في القلبيات أو المدادات اللي ممكن تبقى جاية من قلب الشكل نفسه، مادات أو اتنين أو تلاتة طالعين من قلب الشكل، ولاقي كمان النموات الجديدة إذا كان القلب بتاع الشكل أو المدادات التانية اللي طالعة دي قلبها أخضر زي معايا، إحنا كده نجحنا وفكت الأرض بتاعتنا وقبلت الأرض بتاعتنا بقى، بقيت شهر 8 التسميد اللي هو إيه مرغوب سعيد أو الأرض تقبل. اساسي النهارده ما ينفعش يبقى في طريقة شغال يا جماعه. انت من يوم ما زرعت ده انت كله شغال في الطريق تحت، فالميه بترد على الجدر بتاعك، فاذا النهارده الجدر بتاعك قاعد مرخي عمره ما يتحرك ويشتغل مهما اديته منشطات ومهما اديته عفان ومهما اديته النماتودا. العيوب او العيب مش في المركبات انت بتضيفها، العيب ان هو اصلا مرخي وتعبان لان الميه ردت عليه ورفعت مستوى الماء الارض عني قرب من الجدر بتاع تحت، فالجدر مش شغال براحته ومش شغال بسرعه مش شغال بكفاءه. اذا انا ممنوع 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 ايا كان وضع مشتلك وايا كان وضع الشكل بتاعك وايا كان اللي مزعلك في الشكل وايا كان حجم الشكل وايا كان حجم المدادات وايا كانت المشاكل في الشكل، ممنوع النهارده بكلب وحش ان انا اكون شغال تنقيط. لازم 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 شغل رشاشات النص ساعه بالتنقيط. شفت عجله قد الرشاشات؟ فانت الميه اللي بترد من التنقيط رخت الجدر وضيعت اللي انت بتصرفوه. طب انا مجرد ما امنع التنقيط واشغل الرشاشات ابتدى الجدر خلاص الميه بتجي في تحتي الى حد ما حسب طبيعه التربه بتاعتك، هو هيبتدي يتحرك معايا ويبتدي يطلع من امه من لوفه ويبتدي يتحرك معايا. يعني دي كانت شويه ملاحظ، ده كلام عام ما ينفعش نطبقه لكل ارض،
كل واحد بقى حسب ارضه هياخد المجمل العام اللي احنا قلناه، العناوين اللي احنا قلناها دي، ويقيسها على ارضه. هل ارضه النهارده تقبل الساعه ميه؟ هل تقبل ساعه ونص؟ هل تقبل ساعتين؟ هل تقبل نص ساعه؟ طب هل تقبل الثلاث دفعات بتوع الظهر 10 دقائق في 10 دقائق في 10 ثلاث مرات او اربع مرات؟ هل محتاجه سنده ثاني الساعه 4 ونص اخر نهار؟ يعني دوت مش قاعده ثابته، احنا قلنا عناوين كل واحد بياخد اللي يخصه فيها يقيسها على ارضه. انا هيناسبني من الكلام ده 1 2 3، ارض ثانيه مش هنسيبها الكلام ده، ارض ثالثه مش هنسيبها الكلام ده، عندي نباتات يبقى اذا هحط نباتات، لا افضل احطها بعد السبت، لو انت حاططها من ورايا في الرشاشات يمشي. هي الفكره في النباتات وفي الرشاشات ان انا النهارده المنطقه بتاعت الالبيات ديت النهارده اللي ما فيهاش مدادات النهارده بكره مدادتها ان شاء الله. انا النباتات عندي موجوده في التربه نفسها، فانا لما بدي في الرشاشات بتاعتي او بالدش خلاص اديت الحمايه ان المدادات لما توصل للمكان ده خدت التحصين دي، خدت المناعه منه ان ما تقعش فرص النباتات وتبتدي تتحرك معانا. يبقى انا النهارده لا، انا اصين على شكلتي، اشتغل على شتات كل ما يتم من جوه، على الاقل هي موجوده على ايدي انا عارف اصلها وفصلها ايه. ااخر زراعتي ايه المشكله؟ النهارده الزراعات المتاخره كلها هي الافضل، الناس اللي هتخاطر تزرع بدري بتخاطر مع جو، مع خزين عندي في الكراون بتاعي ما فيش خزين كافي ليه، فبيخاطر هناك مع الجو هناك، فيحصل تسقيط، هيحصل دمار، هزرع مره وهزرع اثنين هيعلي اسعار الشتله معايا. يبقى لازم النهارده المنطق بيقول لا، الزراعات المتاخره احسن. يبقى انا النهارده كده كده هزرع متاخر، يبقى انا النهارده اقدر اصرف النهارده على ما اشتري، احتاج اتكلم المشاكل فيها اقدر اركز فيها، على الاقل شتله قلنا متربيه على ايدي انا عارف اصلها وفصلها ايه، واخر الزراعه بتاعتي، ولا ان انا استعجل واجري واعمل مشاكل ملهاش لازمه. يا رب يكون موفقين في هذا الفيديو، واتابعونا مع الفيسبوك فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على اليوتيوب فضلك اعمل شير. كان معاكم عشان نقعد التواصل بتاعنا